يصل إلى البلاد يوم غد الاثنين الموافق للعاشر من شهر إبريل الجاري فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة في زيارة أخوية لمملكة البحرين يلتقي خلالها بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى في الله ورعاه يجري خلالها مباحثات مع جلالته تتناول العلاقات الأخوية الوطيدة إضافة إلى الأوضاع الراهنة على الساحة العربية بما فيها تطورات القضية الفلسطينية والمستجدات الإقليمية والدولية